بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أنا بعتذر بصراحة شديدة جدا كل ما أجي أعمل بث مباشر، لأن أنا حابب إن أنا أتواصل مع الناس. لو في سؤال أو في حد ممكن يشارك معايا بالصوت والصورة إذا حب يعني على البرنامج، المهم يعني. لكن الإمكانيات ضعيفة جدا، النت ضعيف جدا، كمان الكاميرا بتاعت التليفون يعني على قد كده الحمد لله يعني، لكن الامكانيات ما بتساعدش على البث المباشر، واخد بالك ازاي. لكن عموما نحاول بقدر الامكان ان احنا يعني نقدم الرساله اللي احنا عايزين نقدمها للناس باي طريقه وباي امكانيه ان شاء الله تبارك وتعالى. ندخل في الموضوع. الموضوع وهو يعني الجدل الدائر الآن ما بين زيارة بشار الأسد للإمارات. لكن الغريب في الموضوع إنك تجد اللوبي الإماراتي، أنت يعني أنت بص على جميع اليوتيوبر كلهم بيحاول إن هو يروج لأي فعل بتعمله الإمارات بيقولوا عليه صح. دعكم من الناس اللي هم بيطلعوا يعني يطبلوا ماسكين طبل 24 ساعة، يعني حتى الطبال بيتعب من كتر التطبيل، دول ما بيتعبوش يا اخي سبحان الله. كل شيء مبرر للامارات. حاجه ثانيه ان الامارات ما كانش ده كلامها، يعني مثلا يطلع مثلا يعني لدرجه يوسف علاوي مثلا على سبيل المثال يقول لك محمد بن زايد الشجاع. طيب اللي عملته الامارات صح؟ اذا انت لما تقول الامارات صح يبقى بالضبط على طول كده بمنطق المخالفه السعوديه غلط، مع ان السعوديه في موقفها واقفة مع الشعب السوري. في بعض الناس طلع يقول لي انت بتدافع عن السعودية، والسعودية والامارات هما متفقين مع بعض على هذا الموضوع، وانا بقول له لا، انا لا اعتقد هذا. انا احسن الظن في السعودية، والله اثبتت غير ذلك هطلع اقول يعني، فاهم ازاي؟ لكن هي المسألة مش كده خالص. هي المسألة كان فين ايها المطبلون، كان فين الكلام ده اصلا؟ يعني مثلا الامارات ما كانتش عارفه الكلام ده من 10 سنين وهي بتدعم الثوار ودعمتهم بالسلاح ودعمتهم بالمال، واخد بالك ازاي؟ وكانت مناهضه للنظام السوري. طب كانت فين الامارات؟ ما كانتش عارفه الكلام ده، يعني بعد 10 سنين عرفت ان هي غلطانه؟ واخد بالك؟ وانا بقول لك يعني معظم دول الخليج كان بيدعم الثوار على بشار، على النظام السوري. المساله دايما ابدا ننظر للمفاسد والمصالح، يعني هل الخروج على بشار الاسد والثوره كانت من المصلحه ولا كانت من المفسده؟ زي بالضبط الخروج على معمر القذافي، زي الخروج في تونس، زي اليمن، نفس القصه. احنا هنا مش بنتكلم يا اخوانا على اساس ما حدش يقول لك ايه الشعب السوري او الشعب السوري للاسف الشديد الناس اللي هم دخلوا الثوره استدرجوا من قبل تركيا ومن قبل الامارات ومن قبل دول الخليج، استدرجوا لأن يحملوا السلاح، وقطر طبعا على رأسهم استدرجوا. وأنا بقول إن الشعب السوري ذبح بأموال الخليج في بكل صراحة. أنا هنا مش بجامل زي الناس اللي بتطبل، لأ، لأن النهاردة أنت لأي نظام في الدنيا، والكلام ده هم بيقولوه دلوقتي، يعني طالع يوسف علاوي يقول الكلام ده، يقول لك أي نظام في الدنيا حتى هيطلع عليه الثوار هيقمعه ويحاول يحافظ على كرسيه ويدافع عنه. طب انت ما كنتش بتقول الكلام ده قبل كده ليه؟ على فكره انا مش يعني معظم الكلام ده يعني كان مفترض يتقال قبل كده، يعني المفترض انكم انتوا كنتوا فهمتوا اللعبه، يعني كنتوا فهمتوا القصه. لكن للاسف الشديد حتى الولايات المتحده الامريكيه حبت ان هي تحارب روسيا والصين فين؟ عشان منع التمدد الروسي والصيني في منطقه الشرق الاوسط، حبت تعمل حاجه اسمها الناتو العربي على غرار الناتو، حلف الناتو حلف شمال الاطلسي. الامارات نفسها كانوا عايزين يعملوا ناتو عربي. ليه؟ الناتو العربي ده عشان خاطر يحارب في سوريا. فهنا كانت امريكا عايزه زي حرب بالوكاله، يعني بدلا من كانت بتجيب بقى صنعت داعش وصنعت الميليشيات وتعاونت مع ايران والكلام ده كله اللي حصل، لا كانت هتستخدم الجيوش العربيه في ان هي الجيوش تحارب بعضها مع بعضها. فهنا مصر الحمد لله طبعا فطرت واعلنت يعني انسحابها من الموضوع ده. قالت لا، انا طبعا انا الكلام ده هيثير القلاقل في المنطقه وده هيهدد امن واستقرار المنطقه. وكانت مصر يعني نظرتها ثاقبه
ولا ننسى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل مخابرات، لما يكون واحد ابن مؤسسه عسكريه، هل مثلا الامارات ما كانتش تعرف الكلام ده من 10 سنين؟ وانت لما تيجي يعني في تقارير موجوده، الامارات وقطر طبعا على راس هذه المساله دعمت الثوار على بشار. وانا عايز اقول لك على حاجه، لما تيجي تتكلم الكلام ده يقول لك ايه، لا احنا دعمنا الشعب السوري، الشعب السوري مظلوم. يا حبيبي ماشي، احنا ما قلناش حاجه، الشعب السوري مظلوم وقتل وشرد، لكن قتل بعد ايه؟ يعني كل الثورات اللي قامت في الدول العربيه كانت عشان ايه؟ كانت عشان خاطر ان هم ضحكوا عليهم والخروج من الخروج. انا هنا بتكلم شرعا لا يجوز الخروج حتى على الحاكم الكافر اللي اذا كانت المفسده اكبر من المصلحه. وبعدين ان الدول دي تدخلت في سوريا عشان تسقط النظام السوري، انا مش بدافع عن النظام السوري خالص، ولكن هو ده اللي حصل. الانظمه الخليجيه لما تدخلت في سوريا تدخلت بالخراب على سوريا، وهي اللي اضرت الشعب السوري بكل صراحه. لان انت النهارده لما تيجي تحرض، وطبعا معاهم تركيا، واخد بالك ازاي؟ معاهم تركيا وقطر، الناس دي دعمت ماديا، وميليشيات وجيش الحر ومش عارف مين ومين ومين والكلام ده كله، انت فاهم ازاي؟ فانت النهارده لما انت عملت كده انت ضررت الشعب السوري، لان بشار لم يجد بد من الاستعانه بروسيا والاستعانه بايران، وبشار نفذ كلامه وانتصر على الانظمه العربيه وبالتحديد الانظمه الخليجيه، لان مصر بفضل الله تبارك وتعالى لم تدعم لا هذا ولا ذاك، وقفت على الحياد وهي ضد الثورات. فانا مش عارف يعني بصراحه الانظمه الخليجيه ازاي يعني انا اقدر ان انا اقول لك يعني ممكن يكون كان عندهم تخيل او تصور ان هم النظام السوري ده نظام شيعي يعني من ناحيه عقديه، وهذا حتى يعني المفترض الدول دي او الانظمه دي تدرك معنى هذا الكلام وخطورته. يعني مش مساله ان ده مخالف ليا في العقيده فانا يعني يعني مثلا احاول ان انا يعني اقصيه من هذا البلد، انت ما عندكش المقدره، انت ما عندكش المقدره. والدليل ان بشار الاسد بعد السنوات دي كلها رايح الخليج، واللي كانوا بيدعموا يعني اللي كانوا ضده بقوا معاه، اللي هي الامارات بقت معاه، اللي كانت ضده بقت معاه ليه؟ وحتى دلوقتي الحوثيين 7 سنين وثمان سنين من الحرب، وهل الحرب حققت اهدافها؟ لا لم تحقق اهدافها. طيب ما حققتش اهدافها وفي النهايه تدعى يدعى الحوثي ان هو يروح الرياض، وانا لا اقصد الرياض، هو يروح يعني الامانه العامه لمجلس يعني التعاون الخليجي، يعني زي ما التعاون الخليجي انا مش عارف، انا مش عارف مش شايف له اي تعاون خالص، ده انا مش شايف اي تعاون، هذا ما مجلس التخالف او التهاون او اي حاجه بقى بصراحه. فهنا انت لما تيجي تتكلم لا انتوا فشلتوا فشل خليجي ذريع، ولذلك هم اختلفوا، هم الامارات اختلفت عن السعوديه وعن قطر، والغريب بقى ان قطر والسعوديه متفقين. يعني انت لما تيجي تقول اي يعني الانظمه في الخليج تقبل ان حد تدخل من الخارج لاسقاط الانظمه، لاسقاط هذه الانظمه، لما انت رايح سوريا تسقط نظام، برضه مش بدافع عن النظام السوري، انا بتكلم على مساله المبدا، مساله يعني المفترض الانسان يكيل بمكيال واحد، انت الذي لا تقبله على نفسك لا تقبله على غيره، بل بالعكس انتم ازدتم محنه السوريين، انتم الخليج هو اللي ضيع بصراحه سوريا. انا بقولها بكل صراحه. انا ليه بقول الكلام ده؟ لان انت لما تيجي النهارده تقول لي مصلحه الشعب السوري، مصلحه الشعب السوري احنا بنعمل كده والامارات بتعمل كده وخطوه جريئه وشجاعه وهذا القرار الصحيح الصائب 100% عشان خاطر الشعب السوري. طيب الشعب السوري من الاول بعد 10 سنين جاي تقول لي ننقذ الشعب السوري بعد ما تهجر ملايين وقتلت الاطفال والنساء وترملت النساء والرجال قتلوا وخربت سوريا وانتوا السبب في خرابها، جاي تقول دلوقتي نلم سوريا بقى ونرجع بعد ايه؟ بعد ما دمرتوها؟ حاجه غريبه جدا. الحفاظ على الشعب السوري كان من الاول خالص، ما كنتش دعمتوا بقى الثوار خالص، وكان على الاقل كان الموضوع يعني يحصل فيه اي مواءمات او اي حاجات كده وتتدخلوا بالخير.
مش دخلوا تدعموا طرف على طرف والكلام ده كله وخليتوا البلد طرفين. لا 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 لا، وجاي هو دلوقتي نفس اللي انتوا بتقولوه دلوقتي، او الحجه بتاعتكم او التبرير بتاعكم او الذراع بتاعتكم الشعب السوري. طب الشعب السوري من 10 سنين ليه من الاول ما كانش عندكم النظره دي ان الشعب هيخرب بالثورات خراب وحرب ودمار وبشار هيستعين بالشيطان عادي جدا عشان خاطر يحافظ على الكرسي بتاعه؟ جايين دلوقتي وبتبرروا الكلام ده بكلام كان مفترض تعرفوه من زمان مش من دلوقتي. فانتوا السبب في كل اللي بيحصل، كل اللي حصل للشعب السوري بكل صراحه، بكل صراحه. وهو الشعب نفسه يعني معلش يعني مش ورا الاخوان ومش ورا بقى الحاجات التانيه يعني. فانتوا سبب من الاسباب وسبب قوي جدا جدا بكل صراحه وبدون مجامله يعني. يعني ده كلام واقعي. وفي النهايه امريكا كانت جايه عايزه تستدرج العرب يخشوا في حرب طاحنه في سوريا، ومن الخسران الجيوش العربيه. يعني تخيل شوف يعني ايام دونالد ترامب ده اللي بيتكلموا عنه كان عايز يورط جيوش عربيه تحارب بعضها. تخيل انت المشكله والفاجعه اللي كانت هتبقى كبيره لولا ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل مصر ان هي تفشل هذا المشروع اللي كانت عايزه تعمله امريكا. وللاسف الشديد يعني مش عارف يعني امريكا تقول حاجه وكله بقى يطبل وراها رخرة ولا ايه؟ ليه؟ مش عارف. يعني بدل ما كان اللي بتعمل ميليشيات مثلا اللي صنعت داعش، وده باعترافات دونالد ترامب نفسه اللي عملها اوباما وثورات الخراب العربي والكلام ده كله. ورجعت امريكا بقياده ترامب يعمل لي جيوش عربيه قال ايه؟ تحارب في سوريا. طب ده كان لمصلحه امريكا عشان يقلص التمدد الصيني الروسي في الشرق الاوسط. مع ان مصر عرضت قبل كده واخد بالك تقريبا في 2016 على ما اذكر او 2015 عرضت على دول الخليج ان احنا نعمل جيش عربي مشترك او قوه عربيه مشتركه تحمي امن تحمي الامن القومي العربي. ودول الخليج رفضت بعد زياره تقريبا رئيسة وزراء بريطانيا للخليج وقال لك لا احنا هنحمي الخليج وكده. الكلام ده يزعل حد؟ لا ما يزعلش المفروض حد. احنا لازم نتعلم من اخطائنا. كان خطا استراتيجي قاتل من الخليج في مساله سوريا، لان هم لو ما تدخلوش ضد النظام السوري اول حاجه كان النظام السوري مش هيجيب ايران، ثاني حاجه ما كانش هيجيب روسيا. يعني حاجة غريبة جدا، يعني انتوا السبب اصلا ان تخلوا بشار الاسد يستعين بايران. انتوا السبب. لان المفترض انتم يعني انا لا ادري كيف لنظام ان يعني ان يريد ان يسقط نظام، وهو اصلا لا يرضى ذلك لنفسه. ده شيء مهم. الحاجة الثانية انت لما تيجي النهارده تقول لي بقى رجوع بشار للحضن العربي وللجامعة العربية زي ما انتم بتقولوا بشرط ان تمشي ايران من سوريا، هذا مستحيل. اللي بيقول لك كده بيضحك عليك كذاب. ودي تصاريح طلعت رسميه من سوريا لما هم طمموا هذه الشروط، زي اللي بيشترط مثلا على لبنان ان انا عايز نعمل معاك علاقات حزب الله ده مش عارف ايه، مش هيقدروا. انت بتطلب منه شيء ما يقدرش يعمله اصلا. يعني دي طلبات اسمها طلبات تعجيزيه. مش قصه بقى ان هو ان الطلبات دي غير مشروعه، ليها طلبات كويسه لو تحقق. يعني طلبك ده لو انت شايف انه يتحقق ماشي اطلبه، لكن انت اصلا متاكد 100% ان الطلب ده مش هيتحقق ولا يمكن تحقيقه. انت فاهم ازاي؟ فانا عايز اقول ان السبب في تواجد ايران، انا بقولها والله بكل صراحه، تواجد ايران في سوريا بهذا الشكل هم دول الخليج. انا بقولها كده وش يعني ما عنديش مش ما بجاملش حد انا ما بطبلش. انا بقول لك الحقيقه عشان تبقى فاهم. والسبب برضه نفس القصه برضه دول الخليج، ان كل حته تتواجد فيها ايران ينسحب ويمشي. اشمعنى يعني؟ وللاسف لما هم بيحصل تواجد ما بينجحوش. يعني حبوا يواجهوا ايران في سوريا ما نجحوش. وايران انتصرت عليهم في سوريا. انا بقولها بكل صراحه. حبوا يواجهوا ايران في اليمن ما نجحوش، بعد 8 سنين هم بيطلبوا نفس القصه وما نجحوش ولم تحقق هدف. اذا هذا فشل. معروف ويقابله نجاح ايران. انا لا اتمنى ذلك، انا مش بقول كده يعني بمجد ايران، لا لا لا. انا بقول لك الحقيقه اللي على الارض، الحقيقه اللي على الارض. فانت ما تجيش بقى دلوقتي عمالين يطبلوا يعني
يعني واحد طلع يوتيوبر يوسف على الأرنب، استاذ يوسف طلع يتكلم ويتغزل في حافظ الاسد، ولا ده مش شيعي ده سني، والمصلحة الشعب السوري وعايزين نرجع بقى وجمال الشعب السوري. طبعا احنا بنحب الشعب السوري وعندنا في مصر الحمد لله شايلينهم فوق دماغنا، ويعني اعتقد يعني يمكن البلد الوحيد مصر بفضل الله، يعني هم عارفين ايه المعامله في مصر الحمد لله قياده وحكومه وشعبا بفضل الله تبارك وتعالى. يعني بحب الشعب السوري، انا بقول لك يعني عمال انت ما تجيبوش تعرفوا كده قبل كده، يعني قبل ما كنتوا خربتوا سوريا، انا بقول لك الخليج هو اللي خرب سوريا، الخليج هو سبب تواجد ايران في سوريا، واحتواء سوريا من الاول كان افضل على الاقل. يا اخي كنت ما دعمتش الناس دي وورطتهم، انا بتكلم طبعا راس الافعى قطر والامارات، وسبحان الله تلاقيهم يعني الامارات وقطر تلاقيهم مختلفين في حاجات ومتفقين في حاجات. دول كده كل واحد بيعمل لمزاجه، ولذلك مش هنلاقي يعني بالشكل ده بوجود القيادات دي لا يمكن تجد فيه توافق عربي او اتحاد عربي، انا بقول توحد حتى في الرؤى والايديولوجيات والاستراتيجيات ابدا. ويعني والدليل دوله الامارات، دوله قطر، دوله قطر بتعمل اللي هي عايزاه بدون النظر لأمن القوم العربي، تاتي بقواعد قاعده تركيا عادي تطبق مع ايران عادي ما فيهاش مشكله، مع تركيا ما فيش اي مشكله خالص. الامارات نفس القصه تطبع مع اسرائيل ما عندهاش مشكله، تلحق الضرر بمصر في سد النهضه وفي قناه السويس ما عندهاش مشكله، تطبع مع ايران ما عندهاش مشكله، تطبع مع الشيطان ما عندهاش مشكله، هي دي الامارات. نفس القصه البحرين، تجيب المخابرات الاسرائيليه في الخليج ما عندهاش مشكله، تجيب قاعده بحريه اسرائيليه في الخليج ما عندهاش مشكله، والامارات تجيب مندوب من الداخليه مندوب امني في الخليج ما عندهاش مشكله، تعطي جنسيات ل 5000 اسرائيلي ما عندهاش مشكله، ما عندهاش مشكله في اي شيء. تدريب عسكري مع الجيش الصهيوني ما عندهاش مشكله. اذا هنا انت منين بقى يجي التوافق والرؤى الموحده للعرب؟ وفي النهايه يتهم السعوديه بالتنسيق مع، يعني واحد بيقول لي لا ده السعوديه منسقه مع الامارات. يا حبيبي انا ما عنديش دليل عشان انا اتهم السعوديه انها منسقه مع الامارات. ولو هي منسقه مع الامارات ما كانتش اصلا اتكلمت الكلام اللي اتكلمه معلمي في الامم المتحده، ما كانش اتكلم كده. لكن على العموم الواضح والصوره ان هم مش على اتفاق في هذه المساله. فما تجيش تقول لي مثلا لا متفق، لا يعني انا اقول كده خلاص اتهم السعوديه، وانا مش مساله مثلا تيجي واحد يقول لي انت بتدافع عن السعوديه. يا اخي انا دفاعي عن السعوديه هل هو دفاع باطل ولا بحق؟ هل انا بطبل للسعوديه ولا انا بقول الحقيقه؟ انا ما ينفعش اتكلم السعوديه من غير دليل، ولا ينفعش اتكلم عن السعوديه من غير دليل خالص. لكن في النهايه الدول دي بهؤلاء يعني القاده لا يمكن ان يتحدوا ولا يتفقوا في يوم من الايام خالص بهذا الشكل. ما فيش استراتيجيه عربيه موحده، كل دوله بتعمل لمزاجها، والحفاظ على كينونة يعني الصغير عايز يكبر على حساب الكبير ما عندوش مشكله، على حساب الامه ما عندوش مشكله، اهم شيء الناس تمدح فيه وتمجد فيه. واللوبي اللي انتم شايفينه ده كله بيعمل تمجيد تمجيد تمجيد، يا اخي حتى بيستضيفوا ناس يقعدوا يتكلموا. طب كان فين الكلام من 10 سنين؟ كنتوا عبايط يعني، كنتوا بهايم مش فاهمين. والله لا حاجه غريبه جدا يعني انا اعتقد ان القرار اللي انت اخذته النهارده من مثلا من 10 سنين ما كانش صح، فحاجه غريبه جدا طالعين تطبيل. وانا عايز اقول لكم على حاجه، لو ان الامارات خدت قرار مغاير لده، يعني لو جت بكره وقالت لا احنا قطعنا علاقات مع الاسد، ها هيطلعوا ايه؟ هيبرروا برضه، يقول لك لا الاسد ده ما ينفعش، واحنا حاولنا معاه واحنا، ويقعد بقى ايه اهم شيء. ولذلك انا بقول هنا كل اللوبي ده بيخدم الامارات. ليه؟ الامارات هي اللي بتدفع، السعوديه ما بتدفعش. السعوديه اذا كان هو اصلا يعني بيدافع عن السعوديه، او يعني يطلع شبه كده بيدافع عن السعوديه يعني عشان خاطر المشاهدات، عشان خاطر المتابعين، وللاسف الشديد بينطلي على بعض السعوديين الكلام ده. دي حاجه. لو جه موقف متعارض السعوديه مع الامارات هيروح ناحيه الامارات على طول وهيمدح في الامارات، لان انا بقول كل مدح للامارات في هذا في هذه المساله بالذات هو ذم للسعوديه. لما واحد يقول لك شجاع،
هذا قرار شجاع. محمد بن زايد شجاع؟ يبقى السعوديه مش شجاعه على ترك القرار ده. لما اقول لك هو ده الصح يبقى السعوديه غلط، لان السعوديه ضد ده. وما تجيش تقول لي في تنسيق، لان التنسيق ما يبقاش في موقفين مختلفين. تنسيق بيبقى انا بنسق معاك وبتفق معاك احنا هنعمل كذا، هو اسمه التنسيق، نتفق على حاجه ان احنا نمشي فيها. لكن هل التنسيق ان انا مش كده وانت تمشي كده؟ طب ايه الهدف؟ ايه الفائده؟ عايز افهم انا والله ايه الفائده. اقول لك انت مش يمين وانا مش شمال وكمان مساقين، يا حبيبي انت بتضحك على مين؟ لا، التنسيق احنا نتخذ قرارات كذا 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 وفي كذا كذا، هو احنا بنقعد كده نتكلم مع بعض ونقعد نتفاهم ونتفق، هو ده التنسيق، يعني ما جاي من التوافق. فالمهم يعني للاسف الشديد ما زال في تغييب وعي للناس، سبحان الله، يعني ما دخلوا في مشروع مع ايران ونجحوا في صد هذا المشروع الايراني. لغايه دلوقتي في تفوق ايراني في استقطاب دول وبسط نفوذها واذرعها في دول عربيه على حساب الدول العربيه. هذا هو بكل صراحه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ العرب ويحفظ امتنا الاسلاميه من كل شر، وان يوفق ولاة امورنا لما فيه خير للبلاد والعباد، وان يوحدهم على كلمه واحده ورؤيه واحده واستراتيجيه واحده تخدم الامه وتخدم دين هذه الامه، مش زي ما احنا شايفين كده للاسف الشديد. هذا ما لدي في هذه الحلقه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.